السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناه سبروان التعليميه سنكمل مسيرتنا معكم وسننتقل مع تلاميذنا الى السنه الثانيه متوسط ان شاء الله في هذه السنه ستكون هناك دروس مكثفه في كل المواد ايضا متابعه مع التمارين مع الفروض ونماذج للاختبارات إن شاء الله. إذا في هذا اليوم سنتحدث عن الكتب المدرسية، عن محتواها، عن سعرها، وأيضا عن برنامجنا قبل بداية الدخول المدرسي أو قبل الانطلاق في الدروس. إذا بالنسبة للكتب المدرسية هي متواجدة في تقريبا في كل المكتبات بنفس السعر المدرسي. إذا كي نروحوا نشروا الكتب نسألوا بائع أو صاحب المكتبة هل الأسعار مطابقة لنفس السعر المدرسي؟ ونلقوا السعر في آخر الكتاب. إذا لازم نشروا الكتب المدرسية بنفس هذا السعر مثال هنا كتاب الرياضيات سعره 311 دينار معناه 31 الف و 20 دولار اذا الكتب المدرسية هي نفسها الكتب او كتب السنوات الماضية معناه نقدر نشر كتب قديمة وتكون في حالة جيدة نشرها مستعملة شيء عادي اذا الكتب هي نفس كتب السنوات الماضية ونقدروا نشروها بنفس السعر المدرسي من المكتبات، لازم نشروها قبل الدخول المدرسي، علاش؟ باش يقدر يطلع عليها التلميذ، ما يكونش هناك تخوف من النصوص، من الرياضيات، يقدر يطلع عليها التلميذ، ايضا الولي يشوف البرنامج تاع السنة القادمة إن شاء الله، أيضا باش نغلفوها قبل الدخول المدرسي إذا من الأفضل نشر الكتب المدرس المدرسية في هذه الأيام أيضا نغلفوها ونقدروا نطالع عليها ولا يطلع عليها الأبناء تاعنا مفهوم؟ إذا عندنا كتب كتاب في اللغة العربية في الرياضيات في تاريخ الجغرافيا في نفس المواد مثل السنوات الماضية بالنسبه للغه العربيه في هذه السنه سندرس مع بعض الاسم المقصور والمنقوص، ايضا نقرا حروف العطف، الاعراب تاعها والمعاني تاعها، ايضا نقرا الفعل المعتل وانواعه، ايضا نقرا اسم الزمان والمكان، نقرا حروف القسم، نقرا الاسم الممدود، ايضا نقرا نصب الفعل المضارع بان ولن واذا وكي. ندرس ايضا التشبيه واركانه الاسلوب الخبري الاسلوب النثري نقرا الاستفهام الاستعاره الطباق الجناس اذا كلها دروس سهله تقريبا درسناها في السنه الماضيه وسنعيد دراستها في هذا السنه بالنسبه لهذه الدروس خاصه بالفصل الاول ان شاء الله لدينا ايضا الرياضيات الرياضيات سندرس في هذه السنه اجراء سلسله عمليات ايضا وقتاش نستعملوا الاقواس في عمليه الضرب ايضا خاصيه التوزيع تعلموا كيف يكون عندنا عملية جمع وفيها عملية ضرب وتكون هناك خاصية التوزيع أيضا حاصل وباقي القسمة القيمة المقربة بالزيادة آه ضرب كسرين أيضا مقارنة كسرين لهما نفس المقام جمع أو طرح كسرين استعمال الكوس والمنقلة ندرس الأشكال اللي هما دائرة ايضا عندنا المثلثات الخاصه ندرس ايضا مركز تناظر الشكل ايضا ندرسوا الزوايا اذا هذه الدروس خاصه بالفصل الاول عندنا ايضا كتاب العلوم الفيزيائيه والتكنولوجيا ايضا عندنا كتاب التربيه المدنيه التربيه الاسلاميه علوم الطبيعه والحياه ايضا لدينا كتاب الجغرافيا وكتاب التاريخ اضافه الى كتاب اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه إن شاء الله في هذه الفترة قبل بداية الدخول المدرسي، سنراجع مع بعض بعض المكتسبات القبلية، وش معناتها مكتسبات قبلية؟ معنى حاجة قريناها في الدروس الماضية ولا في السنوات الماضية، لازم تكون كي نقولوا مكتسبات قبلية، معناها اكتسبها تلميذ ويعرفها ولازم يراجعها. علاش باش نستعملوها في الدروس القادمه معنا كي مثال حروف العطف ما نعاودوش نسقسو التلميذ على الفعل والاسم والحرف اذا لازم ندخلو في دروس جديده نراجعوا مع بعض الاعراب اللي درسناهم السنه الماضيه درسنا الفعل الفاعل نائب نائب الفاعل المفعول المفعول به ايضا نراجعوا المضاف اليه الصفه الى غير ذلك بالنسبة للرياضيات أيضا سنراجع مع بعض بعض الدروس المهمة باش كي ننطلقوا في الدروس نلقاو التلميذ عنده رصيد معرفي يقدر يتابع من خلاله الدروس القادمة إن شاء الله. إذا أبشركم بأن دروس الفصل الأول ولا دروس هذه السنة هي دروس سهلة لكن يجب المتابعة والانتباه للدروس الدروس وايضا حل التمارين اذا الى هنا يكون خلص معنا الفيديو تاعنا لنهار اليوم اترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته